والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة. أخبار الاقتصاد مع شروق هاند. إليك شروق. شكراً لكما محمد وهبة، ونتحول مع حضراتكم من أخبار السياسة لجولة لأهم الأخبار الاقتصادية محلياً وعالمياً. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من سلسلة رؤى على طريق التنمية، وجاء العدد الجديد بعنوان حزم تحفيزية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر في ضوء تجارب الدول. وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن الهدف الرئيسي لذلك العدد هو تحليل الحزم التحفيزية لتشجيع توطين صناعة الهيدروجين في ضوء بعض التجارب الدولية للوصول لأهم الدروس المستفادة وحلول علمية مثلى لتوطين صناعة الهيدروجين في مصر. نشر المركز الإعلامي والمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا، سلط الضوء على جهود زراعة وتخزين واستيراد ودعم القمح وجهود الجمهورية الجديدة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بعد 8 سنوات من تنفيذ استراتيجيات تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وأبرز التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لجهود مصر في إدارة منظومة القمح، حيث أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو إلى أن مصر تهدف إلى رفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيادة المساحة المزرعة واستخدام أساليب زراعية متطورة إلى جانب الحد من مستويات الهدر. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة بواقع 308,000 طن من الذرة والصويا بحوالي 134 مليون دولار. وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الإفراج يستهدف توفير كمية في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة. وأوضح البيان أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن شركة أباتشي الأمريكية شريك هام لقطاع البترول، لافتا إلى وجود تنسيق ورؤية مشتركة مع الشركة للاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات وحفر المزيد من الآبار. جاء ذلك خلال لقاء الملا مع جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية وديفيد شي رئيس أباتشي مصر. وخلال اللقاء أكد الملا أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيات المتطورة والتحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة العمليات والعمل على تقليل تكاليف الإنتاج. في أسواق البترول العالمي ارتفعت أسعار النفط رغم مخاوف من قلة الإمدادات بفعل أي تخفيضات للإنتاج من مجموعة أوبك بلس واستئناف الولايات المتحدة الشراء لاحتياطياتها. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 53% لتصل إلى 74.56 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 54% لتصل إلى 70.42 دولار للبرميل. وارتفعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 51% لتصل إلى 32 دولار للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.31% لتسجل 2.34 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت وثيقة مصرفية أن السعودية تلقت طلبات بقيمة تتجاوز 17 مليار دولار لشراء صكوك مقومة بالدولار لأجلي 16 سنوات في عودة إلى سوق السندات للمرة الثانية هذا العام. وكانت وثيقة أخرى حددت البيع السعر الاسترشادي الأولي للصكوك لأجل 6 سنوات عند نحو 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ونحو 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة بالنسبة
بالنسبة للصكوك لأجل 10 سنوات. وكان آخر طرح للسعودية في سوق السندات قد جرى في يناير، عندما جمعت المملكة 10 مليارات دولار من سندات تقليدية على 3 شرائح. ارتفعت الأسهم الأوروبية في وقت يقيم فيه المستثمرون الغموض الذي يكتنف محادثات لسقف الدين الأمريكي والانتخابات الرئاسية في تركيا، ويترقبون فيه بيانات تصدر هذا الأسبوع للحصول على دلالات حول وضع الاقتصاد العالمي. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4%، وتصدرت المكاسب أسهم شركات السلع الشخصية والمنزلية وكذلك شركات السفر والترفيه، وزاد سهم أكسا بنسبة 1.7% بعد أن قالت ثاني أكبر شركة تأمين في أوروبا أن مبيعاتها في الربع الأول ارتفعت 2%. كما ارتفع سهم سيمنز إنرجي بنسبة 0.9% بعد أن رفعت مجموعة الطاقة توقعاتها للمبيعات، وسجلت رقما قياسيا للطلبات المتراكمة عند 102 مليار يورو. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكما محمد وهبة. أشكرك.